شهدت الليلة الأولى من انطلاق فعاليات المهرجان الوطني لمسرح الطفل ببهوي ركح المسرح بالمكتبة الرئيسية بولاية الطرف، شهدت مشاهدة أو مشاركة العديد من الفرق والجمعيات المسرحية من 12 ولاية، أين سجل إقبالا كبيرا للأطفال والعائلات الطريفية التي استمتعت بعروض مسرحية توعوية هادفة وكذا عروض الخفة وأغاني الأطفال. نتابع المزيد مع هشام قاسمي. انطلقت فعاليات المهرجان الوطني لمسرح الطفل بطبيعته الثانية. المهرجان يدوم من 27 جوان إلى غاية 3 جويلية. يعرف المهرجان مشاركة العديد من الفرق والجمعيات الثقافية من 12 ولاية. في البرنامج هناك عروض مسرحية، ألعاب الخفة، وعروض بهلوانية. البرنامج موزع عبر مختلف بلديات الولاية بما فيها مناطق الظل. جسدنا هذا المهرجان لفائدة مناطق الظل في الولاية، واللي راح يجوب هذا المهرجان من 27 جوان إلى غاية 3 جويلية بحملات توعوية، عروض مسرحية، عروض ألعاب الخفة ومسابقات لأطفال. خلق هذا الفضاء العائلي بامتياز وتوفير هذه التظاهرات الثقافية الموجهة خاصة للأطفال.